عندنا النوع الاول اللي هو كان عندنا الالكترو نيجاتيفيتي اوف نير بورنج جروب، وعندنا السكند تايب اللي اخذناه اللي هو تايب اوف هايبريدايزيشن. انتهينا من الافكت اوف هايبريدايزيشن بالبنزين رينج، راح نكمل عندنا الافكت اوف هايبريدايزيشن اللي هي ات اذر كومباوند. مثل ما نعرف عندنا السكند كومباوند اللي تحتوينا الباي الكترون، راح تكون هي عندنا الكومباوند اللي تحتوينا الدبل بوند اللي نسميها الاولفين او الالكين. فاذا لاحظ عندنا الكومباوند كونتين كربون كربون دبل بوند. ايضا اذا نلاحظ بالفيجر اللي موجود امامنا يحتوين باي الكترون، ومثل ما اخذنا الباي الكترون تكون في حاله موفمنت مستمره، فراح تولد لنا اللوكال ماجنتيك فيلد. ومثل ما نلاحظ بالفيجر اللي امامنا راح يكون عندنا اتجاه اللوكال فيلد من الاسفل الى الاعلى، فبهاي الحاله راح يعمل لنا رينفورس تو ذا ابلايد ماجنتيك فيلد، وهذا يعني لنا بانه this proton اللي linked direct to the double bond need lower energy to be excited حتى يحصل له excitation. ومن مثل ما اخذ بالمحاضره الماضيه من عندنا return to normal state راح يعطينا energy، وهاي الانرجي اللي نسميها resonance. فهنا نحتاج lower energy to be spin so this proton need low frequency، او بمعنى اخر راح يظهر عندنا بالدي شيلدد اريا، يظهر عندنا بالعفو يحتاج لور فريكوانسي، راح يظهر عندنا بالدي شيلدد اريا، وراح يكون عندنا تقريبا الكيميكال شيفت اوف البروتون هنا او الهيدروجين نسميه فينيليك، اللي يتصل مباشره بالدبل بوند نسميه فينيليك هيدروجين. راح يظهر عندنا الرينج اوف كيميكال شيفت اوف سوتش بروتون من 4.5 الى 6. مثل ما قلنا يحتاج عندنا بهذه الحاله نتيجه عندنا اللي ذا سيم دايركتنج، ان البروتون ده يحس كانما الهاي انرجي، فيكون عندنا الهاي فريكوانسي is needed حتى يحصل له resonance فيحصل له deshielding to the up the lower field أو down field اللي سميناه down field اللي باتجاه اليسار، أو أيضا نسميه عندنا deshielded area مثل ما واضح أمامنا بالفيجر. إذا نأخذ example، لاحظوا الاكزامبل الأول اللي بالأعلى هنا، هذا الهيدروجين متى اعتبر فينيليك؟ ليش؟ لان ما متصله عندنا مباشره بالكربون، متصله بذره الكربون المجاوره للدبل بوند، فنسميه بهذه الحاله اليليك هيدروجين او اليليك بروتون. لاحظ الكيميكال شيفت حصل له دي شيلدنج، لكن سمول دي شيلدنج ظهر عندنا تقريبا 1.8. هنا لان تاثر بال الباي الكترون اللي موجود عندنا بالدبل بوند يكون عندنا له. اما اذا ناخذ الاكزامبل الاخر، اذا نلاحظ اللي يحتوي لنا اليليك بروتون ويحتوي لنا الفينيليك بروتون او الهيدروجين، بهذه الحاله نلاحظ عندنا الفينيليك هيدروجين حصل له دي شيلدنج، ظهر عندنا 5.2 تقريبا، وعرفنا السبب ليش، لان هنا نتيجه الافكت اوف اللوكال ماجنتيك فيلد برودوس باي ذا دبل بوند. اما اذا لاحظ الاذر اليليك بروتون او هيدروجين اللي هي سي اتش 3 اللي عندنا ثلاث الوان مختلفه، لاحظ اختلف عن المركب اللي قبله. المركب اللي قبله اول بروتون هو اليليك، ظهرت عندنا 1 سيجنال. اما في المركب الثاني لاحظ الفينيليك ظهرت، وظهر عندنا 3 سيجنال بالنسبه للاليليك بروتون. ليش صار عندي هذا الشيء؟ صار هذا عندي شيء هالشيء، يعني نعرف الكومباوند اللي تحتوينا دبل بوند نسميها جيومتريك ايزومرز. فهنا عندنا البروتون ذات بريزنت ات ذس 3 ميثيل جروب ويل بي ديفر
او بمعنى اخر نسميها نون اكوفالنت بروتون. واحنا اخذنا بالبدايه من يكون عندي نون اكوفالنت بروتون كل بروتون يكون له السيجنال الخاص به. هنا أنا اذا نلاحظ المثل اللي هذا بالاعلى ظهر عندنا السيجنال اللي موجوده امامنا، واذا نلاحظ هنا عندنا هنا البروتونات او الظروف اللي محيطه بالبروتون اللي موجود على هذا المثل يختلف عن الانفايرمنت اوف اذر بروتون او هيدروجين. هنا راح يكون له مجاور هيدروجين ومن الجهه الاخرى مجاور مثل جروب. اما اذا ناخذ المثل الثانيه اللي بالاخضر ايضا نلاحظ موجود عندنا مجاور مثل ومجاور من جهه اخرى مثل. اذا ناخذ الثالث من جهه هيدروجين من جهه مثل، اذا راح يختلفون الانفايرمنت اوف ذس 3 مثل جروب، لذلك ظهرت عندنا 3 سيجنال. وهذا التوضيح مالته لان ذكرنا بانه نتيجه الجيومتريك ايزومرز اوف ذيس كومباوندز. الاذر كومباوند كونتين الدبل بوند هو عندنا الالديهايد. اذا نلاحظ الالديهايد ايضا عندنا الباي الكترون اللي موجوده عندنا بالدبل بوند بين كربون اند اوكسجين بروديوس لوكال فيلد، وايضا اللوكال فيلد اللي ينتج يعمل لنا رينفورس للابلايد فيلد، لذلك راح نحتاج هنا لور انرجي او بمعنى اخر هاير فريكوانسي. ومن يحتاج عندنا هاير فريكوانسي راح يحصل له دي شيلدينج تو ذا داون فيلد او الجهه اليسار. لكن نلاحظ بأن الألديهايد الهيدروجين أو الألديهايد يحصل له سترونج دي شيلدينج مقارنة بالألكين أو الأوليفين، لأن يعني الألديهايد يختلف عن الألكين أو الأوليفين. الألكين أو الأوليفين يحتوي لنا كربون كربون، بينما في حالة الألديهايد يحتوي لنا كربون أكسجين. وإحنا نعرف الأكسجين differ from the carbon in electronegativity. إذن الهيدروجين اوف الدهايد والافكت باي تو فاكتور. الفاكتور الاول اللي هو اللوكال ماجنتيك فيلد برودوس باي الكترون، والفاكتور الاخر هو الالكترونيجاتيفيتي اوف اوكسجين، لذلك يحصل له سترونج دي شيلدينج، فراح يظهر تقريبا عندنا من 9 إلى 10، والسبب لان افكتد باي تو فاكتور. في بعض الاحيان عندنا بعض المركبات يتغير عندنا الكيميكال شيفت نتيجة الاندكتيف افكت والديلوكاليزيشن اوف الكترون. اذا نلاحظ الاكزامبل اللي امامنا، اذا عندنا سم كومباوند خاصة such as عندنا الفا بيتا ساتشوريتد كيتون اللي موجود امامنا، هنا عندنا الكيميكال شيفت افكت باي تو فاكتور الى اندكتيف افكت او بمعنى اخر الالكترونيجاتيفيتي، وبنفس الوقت الديلوكاليزيشن اوف الكترون. إذا نلاحظ عندنا في حالة الألفا بيتا الإكزامبل اللي أمامنا، عندنا هذه الألفا وهذه البيتا هيدروجين. This compound undergo resonance راح ينطينا الأذر فورم اللي موجود أمامنا، اللي يكون عندي الكربون بيتا تحمل لي بوزيتيف تشارج، والأكسجين يحصل له نيجاتيف تشارج. إذا نلاحظ هنا الالف بيتا بروتون مور دي شيلدد ذان الفا، والسبب لان يعني عندنا السبب الاول هنا عندي الكربون بوزيتيف تشارج، اذا هي سترونج الكترو نيجاتيف اتم، فراح تسبب لي الدي شيلدنج. اما البروتون الاخر اللي هو بالالفا ايضا يحصل له دي شيلدنج لكن بدرجه اقل. ليش؟ لان عندنا مجاور الى الاكسجين النيجاتيف او بمعنى اخر اكسس اوف الكترون او الكونسنتريتد الالكترون اد ذا اوكسجين. فهنا راح يحصل عندنا البيتا يحصل له دي شيلدنج مور ذان الالفا. لكن اذا نرجع نظريا للستركتشر الاول، اذا بدون ريزونانس المفروض الالفا يحصل له دي شيلدنج، لكن عمليا هو يكون عندنا البيتا مور دي شيلدد. وشرحنا السبب لان هنا نتيجه تكوين الكربوكاتيون اللي هي الكربون بوزيتيف واللي كاركترايز باي هاي الكترونيجاتيفيتي، فراح يسبب لنا سترونج دي شيلدنج للبيتا بروتون. الانذر اكزامبل اللي ايضا يوضح لنا الريليشن شيب بتوين اندكتيف افكت والريزونانس هو عندنا الفينيليك ايثر اللي موجود امامنا نسميه فينيليك ايثر. ايضا عندنا نلاحظ الفا هيدروجين
وبيتا هيدروجين. من يحصل عندنا ريزونانس راح ينطينا الديس فورم، يكون عندي الاكسجين بوزيتيفلي تشارج والكربون بيتا كربون نيجاتيفلي تشارج. لاحظ هنا عندنا الدي شيلدينج بروتون هو اصبح عندي الالفا، لان اولا يتاثر هادي بالالكترونيجاتيفيتي اوف اكسجين، ومن يكون عندي الاكسجين تحمل لي بوزيتيف تشارج تكون عندنا مور الكترونيجاتيف، وبنفس الوقت عندنا الدبل بوند او الباي الكترون اللي يربط لنا بين الاكسجين والكربون ايضا يولد لنا لوكال فيلد، فراح يحصل لنا دي شيلدنج للالفا اللي هي راح تكون عندنا تقريبا 6.2، اما البيتا يكون عندنا تقريبا 4.6. هذه التو اكزامبل توضح لنا الايفكت اوف الكترونيجاتيفيتي اند الكترون دي لوكاليزيشن. الاذر تايب اوف باي بوند المركبات هي اللي عندنا تحتوي لنا ترابل بوند اللي نسميه الاسيتيلين كومباوند. اذا لاحظت ما موجود عندنا بالفيجرز، هنا عندنا الاورينتيشن اوف ذا اسيتيلين كومباوند ان ذا ان ام ار انسيتومتر راح يختلف عن ما موجود عندنا بالكومباوند اللي تحتوي لنا او تحتوي من ستراكشر الدبل بوند such as aromatic او الاوليفين او الالكين. مثل ما مر علينا قبل قليل المحاضرة الماضية، يكون عندنا في حالة الأروماتيك وفي حالة الألكين أو الأوليفين يكون عندنا الستركتشر اللي يحتوي لنا الدبل بوند أو البنزين يكون عندنا أفقي مع الانسترومنت. لكن في حالة الأستيلين كومباوند أو الكومباوند اللي تحتوي لنا التريبل بوند راح تكون عندنا عمودية بربندكولار. هذا ايش راح يولد لنا؟ اذا نلاحظ ايضا الموفمنت اوف باي الكترون مثل ما موجوده امامنا راح تولد عندنا ماجنتيك فيلد، لكن خل لاحظ الماجنتيك فيلد اللي لوكال ماجنتيك فيلد اللي تولد، لاحظ الاتجاه من الاسفل للاعلى ويرجع مره ثانيه. اذا البروتون او الهيدروجين اللي موجود بالاسيتيلينيك جروب او بالكومباوند كونتين تريبل بوند راح يتاثر بالماجنتيك لوكال ماجنتيك فيلد اللي راح يكون عندي معاكس للأبلايت فيلد. الأبلايت فيلد يكون عندنا من الأسفل للأعلى، أما اللوكال ماجنتيك فيلد راح يكون عندي من الأعلى للأسفل. فهذا إيش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي يحتاج المركب هاير إنرجي، يعني البروتون أو الهيدروجين هاير إنرجي تو سبينينج، ونتيجة هاير إنرجي راح يحتاج لو فريكونسي، فراح يحصل له شيلدد أو يظهر عندنا أو سلايتلي دي شيلدد فيظهر عندنا بالأب فيلد او باتجاه اليمين. وتقريبا عندنا البروتون اوف استيلينيك كومباوند او الكومباوند كونتين تريبل بوند يظهر حوالين الاثنين ونصف. فلذلك اصبح عندي على الرغم من انه يحتوي لي نمبر اوف باي الكترون اكثر من الاوليفين او المركبات اللي تحتوي لي دبل بوند، لكن الدي شيلدد افكت مالت هذه المور باي الكترون تكون عندي اقل نتيجه الاورينتيشن of the molecule differ from the orientation of الأوليفين and بنزين. هنا نلاحظ القيم اللي تظهر عندنا. هنا أنا ما حفظ بالمناسبة بالأرقام بالNMR، أنا ما أحتاج حفظ لأن أنا أعطيكم الجداول، لكن كيف نتعامل معها. يعني إذا نلاحظ عندنا الأروماتيك هيدروجين أو بروتون اللي هي تكون عندنا رينج 6.5 إلى 8، ومثل ما أخذنا راح يعتمد على السبستيتيونت اللي موجودة عندنا على الأروماتيك رينج، هل هي إلكترون ودي دروينج أو إلكترون دونيتك مثل ما شرحناها بالمحاضرة الماضية. عندنا لذلك يكون عندنا دي هاي دي شيلدد 6.5 إلى 8. الأوليفين في حالة الأوليفين أو الألكين الفينيليك بروتون يحصل له دي شيلدد والرينج 4.5 إلى 6. أما في حالة الأسيتيلينيك كومباوند يكون عندنا بشيلدد أريا لأن يظهر عندنا حوالين الاثنين ونص. أيضا هذا another figure يبين لنا التوزيع المجاميع على الشارت، مثل ما أخذنا بالمحاضرة الماضية على اليمين هو الأب فيلد وعلى اليسار يكون عندنا داول فيلد. وكل ما عندنا نلاحظ مثل ما أخذنا قبل قليل عندنا الألكين من 4.5 إلى 6.5،
من 6.5 إلى 8 تظهر عندنا الأروماتيك رينج، ومن 9 إلى 12 وبعض الأحيان 14 عندنا في حالة الكاربوكسيليك أسيد، فتظهر عندنا هذا الرينج العالي للهيدروجين اللي في حالة الألديهايد من 9 إلى 10، والكاربوكسيليك أسيد يطلع عندنا من 9 إلى 14. أما الكمباوند اللي كونتين أو without باي إلكترون such as the sp3 hybridization إذا نلاحظ يكون عندنا بالشيلدد أريا. أما المركبات اللي تحتوينا الدبل بوند لكن تحتوينا هيترو أتم مثل عندنا الأكسجين أو النيتروجين تظهر عندنا من 1.5 إلى 2.5. هذا جدول آخر أيضا يوضح لنا الكيميكال شيفت فور ديفرنت كومباوند، يعني كل اللي أخذناه لحد الآن في الألكين إذا unsubstituted يعني terminal hydrogen أو disubstituted alkene أو tertiary substituted alkene. وأيضا ينطينا عندنا في حالة الأسيتون، لاحظ الأسيتون يختلف عن الألديهايد، صحيح الاثنين يحتوينا كاربونيل جروب لكن في حالة الألديهايد الكاربونيل جروب تكون عندي closely to the carbonyl، أما في حالة الأسيتون أو الكاربونيل البروتون أو الهيدروجين not adjacent to the carbonyl، لذلك الإفكت of carbonyl راح يكون عندنا قليل فتظهر بـ 2.1. والاستيرين مثل ما نلاحظ، وعندنا ايضا المركبات اذا نلاحظ ال RCH2X هنا الاكس هي ممكن هالوجين او اوكسجين، هنا راح يظهر عندنا تاثير الالكترون نيجاتيفيتي فالكيميكال شيفت من 3 إلى 4. في حاله الالكين يكون 5 إلى 6 والبقيه كذلك مثل ما موجوده امامنا. بعد ما انتهينا من الكيميكال شيفت ذكرنا بالمحاضره الماضيه احنا ممكن نحصل على 3 انفورميشن فروم ذا سبيكترم اوف ان ام ار. اخذنا النوع الاول اللي هو النمبر اوف سيجنال اللي ينطيني النمبر اوف نون اكوفالنت بروتون، واخذنا البوزيشن اوف سيجنال واللي سميناه الكيميكال شيفت واللي ينطينا نوع البروتون او الهيدروجين. عندنا الانفورميشن الثالثه اللي هي الريليتيف اريا اندر ذا سيجنال، مساحه السيجنال أو اللي نسميه الانتجريشن. هنا يعطينا فكرة about the number of equivalent proton، عدد البروتونات اللي متكافئة، وعادة ممكن تكون عندنا الـ equivalent proton at the same carbon or at the different carbon. هنا عندنا relationship between the relative area under the signal أو seminal integration مع number of hydrogen أو بروتون. عندنا 3 حالات من الـ relationship. الحالة الأولى من يكون عندنا number of total area under the curve يعني مجموع الـ area under the signal or curve لكل الـ signal اللي ظاهرة يكون عندي higher than the number of hydrogen present in the compound. بهاي الحالة كيف نتعامل معاها؟ نتعامل معاها بالبداية ناخذ المجموع الكلي للاريا اندر ذا سيجنال، يعني خلينا نفرض السيجنال الاولى الاريا اندر ذا سيجنال 5، الثاني 3، الثالث 2، فالمجموع الكلي خلينا نفرض يكون عندي 5، فاجمع المجموع الكلي للاريا اندر ذا سيجنال وبعدين اقسمها على العدد البروتونات الكليه اللي موجوده عندنا بالمركب، فراح ينطينا فاكتور معين. هذا الفاكتور المعين نجي ناخذه نقسم الـ area of each signal at this factor، وراح ناخذ example بعد قليل كيف نتعامل معه. الحالة الثانية من يكون عندنا الـ total أو الـ number of total area under the curve less than the number of hydrogen، من يكون عندي أقل من عدد ذرات الهيدروجين الموجودة بالمركب. بهاي الحالة نفس العملية، ناخذ المجموع الكلي للـ area under the signal لكن نقسم الأكبر، نقسم عدد البروتونات على الأريا under the signal راح ينطينا فاكتر، وهذا الفاكتر راح نضرب به الأريا of each signal. الحالة الأخرى ممكن يكون عندنا number of proton يكون عندنا identical to the total number of proton. بهاي الحالة كل integration واحدة من الانتجريشن يساوي لنا 1 بروتون، وهذا راح تكون واضحة عندنا أكثر من راح ناخذ الاكزامبلز.
إذا نأخذ عندنا الإكزامبل اللي أمامنا اللي هو compound of molecular formula C3H7PR give the following integrated HNMR spectrum. How many proton rise to each signal. صحيح الستركتشر موجود أمامنا لكن إحنا بالامتحان ما أعطيكم الستركتشر أطلب من عندكم كل سيجنال كم بروتون تحتوينا. إذا نجي حسب الخطوات اللي شرحناها قبل قليل بالبداية نحدد number of integration unit per proton by dividing total number of integration unit at the total number of proton. فإذا نجي للtotal الانتجريشن اللي موجود عندنا راح يكون عندنا 3 + 2 + 2 = 7. إذا نجي total proton أيضا 7 فراح يكون عندي 7 / 7. إذا يكون عندي كل انتجريشن واحدة تساوي لنا 1 بروتون. من هذا نستنتج بأنه ال A تحتوي لنا 3 بروتون وال B تحتوي لنا 2 بروتون وال C تحتوي لنا 2 بروتون مثل ما موجود عندنا بالستركتشر. هذه الحالة الأولى من يساوي عندي عدد البروتونات مع العدد أو الـ total area under the signal. الـ second case من يكون عندنا بهذه الحالة الـ total number of integration أكثر من الـ total number of proton. أيضا الـ example اللي أمامنا compound of molecular weight C9 H10O2 give the following integrated spectrum. How many proton give rise to each signal? مطلوب من عندنا كل signal كم بروتون تحتوينا. نفس العملية الخطوة الأولى نأخذ عندنا total number of integration unit فراح يكون عندنا 54 + 23 + 33 راح يعطينا 110. إذن total integration يكون عندنا 110. total number of proton نرجع صيغة السؤال عندنا 10 proton فراح نقسم ال 110 على 10 فراح يطلع عندي 11 يونت، اي كل 11 يونت تساوي لي 1 بروتون. الخطوه الاخيره نجي ناخذ السيجنال الاولى ال A اللي هي 54 نقسمها على 11 راح يعطينا 4.9 فتقريبا 5 بروتون. السيجنال الثانيه اللي B هي عندنا 23 على 11 فراح يطلع عندنا 2.1 اي تقريبا يكون عندنا 2 بروتون. والسيجنال الثالثه اللي هي سي 33 على 11 فيكون عندي 3 بروتون. اذا انا عندي عدد البروتونات او الهيدروجين في كل سيجنال ال A 5 ال B 2 وال C 3 بروتون. الحاله الاخرى من يكون عندي التوتال انتجريشن أقل من الـ number of hydrogen. نلاحظ الـ example اللي أمامنا اللي هو C8H9 chloride ومنطينا الـ spectrum ومنطينا الـ integration for each signal. يعني الـ signal إذا نبدي من الـ اليسار عندنا الـ signal الأولى الـ integration 2، الـ signal الثاني الـ integration 1، والثالثة الـ integration عندنا 1.5. نفس العملية ناخذ المجموع الكلي لل total integration او total area under the signal فراح يكون عندنا 2 + 1 + 1.5 فيكون عندي 4.5. انا عندي total proton 9 فراح اقسم ال 9 على 4.5 فراح ينطينا الفاكتور اللي هو 2. المرحله الاخيره الفاكتور اللي ظهر عندنا multiply ب بالتوتال او بالانتجريشن فور ايتش سيجنال فراح يكون عندي 2 في 2 فراح يكون عندي 4 بروتون. 2 في 1 راح يكون عندي 2 بروتون و2 في 1.5 يكون عندنا 3 بروتون. هذه اذا كان عندنا الحاله الثالثه من يكون عندي التوتال اريا اندر ذا سيجنال او الانتجريشن اقل من النمبر اوف بروتون. خلوا بالكم من عندنا تقسيم دائما نقسم الاكبر على الاصغر والمركب اللي هو يكون عندنا ستراكشر بهالشكل اللي امامنا. فاذا لاحظ عندنا مثل جروب اللي هي هذه الانتجريشن 1.5 ظهرت عندنا 3، عندنا سي اتش 2 ظهرت عندنا البي 2 بروتون، وعندنا الاروماتيك رينج يحتوي لنا
4 بروتون، فظهرت عندنا ال A 4 بروتون. الانفورميشن الاخرى اللي ممكن نحصل عليها من السبيكترم اوف ان ام ار هو المولتيبلسيتي، وايضا يسمى بالسبين سبين كوبلينج او سبين سبين سبليتينج. تظهر عندنا بالشارت او السبيكترم اوف ان ام ار. ايش نستفاد من عندنا في حاله المولتيبلسيتي او السبين سبين كوبلينج؟ هنا المولتيبلسيتي تنطينا ايديا اباوت ذا نمبر اوف equivalent proton اللي هي تكون عندي near boring to the original proton. يعني هالبروتون اللي دي تعطينا signal معينة إذا موجود حوالي protons من الجهتين أو من جهة واحدة، راح نستطيع معرفتها من شكل signal اللي تظهر عندنا. يعني إذا كان عندي proton، وراح ناخذها in detail لكن كexample حتى الفكرة تكون واضحة، إذا بروتون مجاور إلى ثلاث بروتونات، راح نعرف إحنا رأساً من عندنا shape of signal راح تظهر عندنا على شكل رباعي نسميها quartet. إذن آني عدد البروتونات المجاورة يكون عندنا 4. ليش تظهر عندنا هذه الحالة؟ إحنا نعرف وأخذنا بالمحاضرة الماضية بأنه الإلكترونات movement of electron تولد لي local field، وهذا اللوكال ماجنتيك فيلد، واللوكال ماجنتيك فيلد راح ياثر لي على سبيننج اوف بروتون. نفس الفكره لكن هنا راح ياثر لي على سبيننج اوف بروتون هو اللوكال ماجنتيك فيلد اوف ذا بوندينج الكترون اوف نير بيرنج جروب. يعني المجال المغناطيسي اللي يتولد بذرات الهيدروجين المجاوره اللي تحتوي لنا الالكترون اللي حواليها، هنا راح يتداخل بما انه ماجنتيك فيلد هو اللي يولد لي، راح يتداخل مع الماجنتيك فيلد اللي دا يعمل لي سبيننج للبروتون الاساسي اللي نتكلم عنه شويه هسه من ناخذ اكزامبل تكون عندنا العمليه اوضح. فراح ينطيني الريليشن شيب، راح تكون عندي ديفرنت ريليشن شيب، فراح ياثر لي على الشيب اوف سيجنال. فممكن تظهر عندنا ثنائيه، ثلاثيه، رباعيه، خماسيه، وهكذا راح اثناء المحاضره تتوضح عندنا العمليه. عاده السبين سبين كوبلينج او المولتيبلسيتي يحصل عندنا في حالتين. اذا كان عندنا العلاقه بين بروتون نسميها فينيليك، يعني المسافه بين كربون عفوا هيدروجين وهيدروجين يكون عندي ثلاثه، يعني البوند الاولى من الهيدروجين للكربون، البوند الثاني من الكربون للكربون، والبوند الثالث من الكربون للهيدروجين. هذا ممكن يحصل نسميه 1-3، ممكن يسبب لنا السبليتينج او المالتيبلسيتي. من يكون عندنا اكثر من 1-3 يحصل عندي سبليتينج. ليش؟ لا، راح يكون عندي البروتون المجاور بعيد واللوكال ماجنتيك فيلد مالته ما راح ياثر لي على سبيننج اوف بروتون. لكن عندنا اكسبشن لهذا القاعده، مثل عندنا في ممكن تحدث عندنا من يكون عندي اكثر من 1-3 الحالات الاكسبشن اللي هي ممكن يكون عندنا اذا كان عندنا رينج سترين، إذا كان عندنا بريدج، وأيضا إذا كان عندنا الانساتوريتد سيستم، أو يكون عندي 1-4 من يكون عندي العلاقة بين البوند على شكل W، وهي تكون عادة موجودة بالكراون إيثر. بصورة عامة السبليتنج أو شكل السيجنال يتبع قانون نسميه N+1 رول. الـ N هو number of near bearing proton، عدد البروتونات المجاورة زائد واحد. فمثلا إذا كان عندي عدد البروتونات المجاورة صفر، فراح يكون عندي 0+1، إذن السيجنال راح تظهر عندي أحادية. أما إذا كان عدد البروتونات المجاورة 2، راح يكون عندي 2+1، فالسيجنال راح تكون عندي شكلها ثلاثي وهكذا. هذا الجنرال رول. الآن ليش ده يحصل عندنا السبليتينج؟ ليش يحصل عندي سبليتينج أو تظهر عندي السيجنال in different shape؟ إذا نأخذ الإكزامبل اللي موجود أمامنا اللي هو PR CH2 CH PR 2. إذا نأخذ عندنا هذا البروتون اللي هو CH اللي مجاور لل PR 2، إذن من جهة عدد البروتونات تكون عندي 0، ومن الجهة الأخرى عدد البروتونات المجاورة 2. فإذا طبقنا الرول اللي أخذناه قبل قليل، المفروض الـ shape of signal of this proton
يكون عندنا ثلاثي واللي نسميه تربليت. انا شارح لكم اياه هنا، انا اشرح لكم اياه يعني ككتابه، اشرحها على الفيجر. نلاحظ الفيجر اللي امامنا، اذا ناخذ عندنا اللي بالاعلى من يكون عندي no adjacent proton، هنا هذا البروتون راح يتاثر فقط باللوكال ماجنتيك فيلد برودوس فروم الكترون اوف اتسيلف وب الابلايد ماجنتيك فيلد، فراح تظهر عندنا بهالشكل السيجنال اللي نسميها سينجليت، مثل ما موجوده امامنا سينجليت. اما اذا كان عندي مثل ما اخذنا قبل قليل السي اتش اللي بجانبها او البروتون الموجود على السي اتش وبجانبها 2 بروتون، هنا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الادجيسنت بروتون موجود باحتمالين، احتمال يولد الماجنتيك فيلد باتجاه الابلايد فيلد، والاحتمال الثاني يولد لنا ماجنتيك فيلد عكس الابلايد فيلد. فبهذه الحاله اللي يكون مع اتجاه الابلايد ماجنتيك فيلد راح يعمل لي رينفورسمنت للابلايد فيلد، فراح يحصل له سمول دي شيلدد، اي بمعنى اخر نحتاج lower energy فيكون عندنا بالهاي frequency. اما اللي يكون عندنا الالكترون اللي يولد لنا magnetic field عكس الابلايد فيلد، هنا نشرح نحتاج راح نحتاج higher energy، ومن راح نحتاج higher energy راح نحتاج low frequency، فراح يكون عندنا slightly shielded. بما انه الاحتمالين هما متساويه 50 ب 50%، فراح تظهر عندنا البيك اللي نسميها الدوبلت اللي هي امامنا ثنائيه، وتكون عندي الارتفاع اوف سيجنال متساوي. ليش؟ لان الاحتمال عندي متساوي اما مع الابلايد فيلد او عكس الابلايد فيلد، فينطينا الدوبلت. المسافه between this two سيجنال اللي هي او بالسبليتنج اللي حاصل نسميه جي كونستانت، وعاده يقاس بالهرتز. نلاحظ اذا الموليكيول اللي موجوده امامنا، احنا اخذنا البروتون اللي هو هذا سي اتش، فراح يكون عندنا مجاور 2 بروتون اي وبي، مثل ما قلنا احدهم راح يكون عندنا مع الابلايد ماجنتيك فيلد والاخر عكس الماجنتيك فيلد. العفو اللي شرحناه قبل قليل هو راح يكون عندنا اللي هي البروتون هذا اللي موجود بحيث المجاور الى، يعني البروتونات اللي الموجوده على الكربون اللي تحتوي البروم واحده، فراح يكون عند المجاور واحد، فراح تظهر عندنا دوبليت. عندنا الحاله الاخرى اذا ناخذ هذا البروتون اللي موجود على الكربون اللي تحتوي لنا 2 بروم، فاثناء النمبر اوف ادجيسنت بروتون ايش راح يكون عندي؟ 2 2 زائد 1، فيكون عندنا السيجنال شكلها ثلاثي او اللي نسميها تريبليت. ليش تظهر عندنا؟ هذا هنا انا اشرح لكم اياها ايضا على الفيجر. هنا البوسيبلتيز الاحتمالات راح تزداد. الاحتمال الاول بانه التو ادجيسنت بروتون برودوس ماجنتيك فيلد elegant with applied field، فراح يعمل لي reinforcement، فراح يحصل لي slightly de-shielded. الاحتمال الآخر بأنه both electron of the near boring or adjacent proton against applied magnetic field، عكس المجال المغناطيسي اللي ينطينا إياه الجهاز، فهذا راح تظهر عندنا وين؟ بالshielded area. ليش؟ لأن هنا أنا راح عندي يكون عندي عكس، إذا راح أحتاج higher energy فأحتاج lower frequency. الاحتمال الثالث احتمال أحدهم الـ A مع والـ B عكس، وأيضا ممكن يكون عندي الـ A عكس والـ B مع. فنلاحظ الاحتمال الوسطي راح يكون عندي 4 احتمالات،
فمن يكون عندي أربع احتمالات فراح يكون عندي الشيب اوف سيجنال مثل ما ذكرنا هي تريبليت، لكن الانتجريشن يختلف، الطرفين تكون عندي متساوية واللي بالوسط تكون عندي ضعف الارتفاع. ليش؟ لأن هنا كان عندي خلنا نفرض كأنما هذا مقداره واحد، مقداره واحد، أما الوسطي واحد زائد واحد في اثنين، فراح يكون عندنا الشكل بهالشكل ونسميها بهذه الحالة التريبليت. هذه بالنسبة إذا كان عندي الادجيسنت بروتون هي عندنا تو بروتون. وإذا نلاحظ الإكزامبل اللي أخذناه قبل قليل يظهر عندنا بالسبيكترم مثل ما موجود أمامنا، عندنا الـ CH هذه مجاور لها، عفوا هذه CH مجاورة لها 2 بروتون، فاثنين زائد واحد اعطتنا تريبليت مثل ما موجودة، والارتفاع السيجنال الوسطية يكون عندنا ضعف الـ other 2 signal ونسميه تريبليت. وحصل لها دي شيلدد، الصور السبب واضح ليش، لان يعني تتاثر بالالكترون نيجاتيفيتي اوف 2 بروم، فحصل لها سترونج دي شيلدنج. اما عندنا السي اتش 2 تتاثر ببروتون واحد ايضا حصل لها دي شيلدنج لكن بدرجه اقل، وظهرت عندنا على شكل دوبليت. ليش؟ لان يعني عدد البروتونات اللي مجاوره لها بروتون واحد، فاثنين العفو واحد زائد واحد يكون عندنا اثنين، والارتفاع مالها يكون عندنا متساوي تقريبا. وراح تزداد عندنا الاحتماليه كل ما يزداد عندي النمبر اوف ادجيسنت بروتون. فنلاحظ مثلا في حاله من يكون عندي الادجيسنت بروتون 3 بروتون مثل ما موجود امامنا، راح يكون عندنا تنطينا ما يسمى بالكوارتيت، لأن ثلاثة إذا نأخذ البروتون A نلاحظ ثلاثة B مجاورة إليه، فمثل ما أخذنا بأنه هذه الثلاثة بروتون ممكن تأثر لنا، هنا عدد الاحتمالات راح يزيد. الاحتمال الأول بأنه الثلاثة مع applied magnetic field، والاحتمال الثاني بأنه يكون عندنا 3 بروتون عكس applied field. أما الاحتمال اللي يكون عندي مختلف، احتمال بالمثل A الأول البروتون الأول معه والاثنين البقية ضد وهكذا، فتظهر عندنا بهاي الحالة 6 احتمالات، فتكون عندي 3 إلى 3، لذلك الانتجريشن راح تظهر عندنا 1 3 3 1. فتظهر أمامنا عندنا الطرفية متساوية بالطول والوسطية أيضا متساوية بالطول، لكن ارتفاع الوسطية يكون عندنا 3 أضعاف السيجنال الطرفي. هنا أنا جدا مهم الشكل، يعني من أرسم أنا لازم أخذ بنظر الاعتبار الارتفاعات من عند السبليتنج في حالة الدوبليت الارتفاع متساوي، في حالة التريبليت الطرفية متساوية والوسطية تكون عندنا ضعف، وفي حالة الكوارتيت مثل ما موجود أمامنا. هذا البرنسبل أو الفكرة الأساسية كيف تظهر عندنا السيجنال يحصل لها سبليتنج أو تنطينا ديفرنت شيب. إذا نلاحظ الاكزامبلز اللي امامنا another examples، فنلاحظ هنا ايش عندنا، البروتون الاحمر اللي هو مجاور من جهه بروم ومن جهه مثل جروب، فعدد البروتونات المجاوره راح يكون عندي 3، فثلاثة زائد واحد فتظهر عندنا كوارتيت مثل ما ظهر امامنا، رباعيه نسميها كوارتيت. لاحظ الارتفاع، السيجنال الطرفية متساوية والوسطية متساوية، لكن ارتفاع الوسطية يكون عندنا 3 أضعاف، وأيضا حاصل لها دي شيلدنج. ليش؟ لأن عندي تتأثر بالإلكترون نيجاتيفيتي أوف بروم. أما إذا نأخذ المثل بروتون حاصل لها دي شيلدنج لكن قليل، ليش؟ لأن تأثيره بالإلكترون نيجاتيفيتي أوف بروم قليل. الأجيسنت بروتون 2 فتو بلس 1 راح يكون عندي 3، فظهرت عندي السيجنال ثلاثية اللي نسميها تريبليت، وأيضا لاحظوا الارتفاع حسب القاعدة اللي أخذناها. إذا نأخذ اكزامبل آخر اللي أمامنا، إذا نلاحظ هنا مثل ما ذكرنا الإكوفالنت بروتون
البروتونات المتكافئة ممكن تكون عندي على أكثر من ذرة كربون واحدة. يعني الاكزامبلز اللي أخذناها قبل قليل الاكوفلنت بروتون موجودة على ذرة كربون واحدة، الاكزامبل اللي أمامنا ممكن أنا عندي ذرة البروتون أو البروتون ممكن يوجد على أكثر من ذرة كربون. فإذا نلاحظ عندنا البروتون بي حاصل له دي شيلدنج نتيجة تأثر بالالكترونيجاتيفيتي أوف بروم. نلاحظ عندنا المثل اللي على اليمين والمثل على اليسار هي اكوفالنت، ليش؟ لان يتاثرون نفس التاثير مقدار التاثير بالبروم. فهنا عندنا البروتون اوف تو مثل اكوفالنت، فراح هنا كانما راح يكون عندي الادجيسنت بروتون او البروتونات المتجاوره 6، ف6 زائد 1 7، والظاهره مثل ما ظاهر امامنا واضحه 1 2 3 4 5 6 7 نسميها سبتيت، فتظهر عندي على شكل سبتيت. والريليشن شيب الطرفيه متساوي، الاقرب متساوي، فقط الوسطيه تكون عندي اعلى لان هنا الاحتمالات تكون عندنا جدا كبيره. اما البروتون اوف ذا مثل اللي محتيين هن اكوفالنت، الادجنسنت بروتون لهم واحد، فواحد زائد واحد في البي الاي العفو راح يظهر عندنا مثل ما نلاحظ دوبليت. وناخذ اذا تلاحظون بالفيجر الديستنس لكل سيجنال، لاحظوا السباعيه ظهرت عندنا صغيره، ليش؟ لان يعني انا عندي تمثل لي بروتون واحد. اما عندنا هذا السيجنال للاتش اي ظهرت عندنا الارتفاع مالها عالي جدا، ليش؟ لان يعني الاري اندر ذا سيجنال المفروض تمثل لي 7 بروتون 6 بروتون العفو. اما الاريا اندر ذا سيجنال اوف ذا بروتون بي تكون عندي صغيره لان تمثل لي 1 بروتون، وهي ايضا ناخذها بنظر الاعتبار. ذكرنا قبل قليل عندنا مصطلح نسميه الجي كونستانت او الكومبلينج كونستانت، وعاده يقاس بالهرتز، وهو يقيس لنا المسافه بتوين السبليتنج. يعني اذا نرجع هنا الجي كونستانت اللي هو راح يكون هنا بتوين في حالة الدوبليت بتوين الديستنس بتوين ذيس تو سيجنال وتقاس بالهيرز، وأيضا هنا عندنا بتوين تو سيجنالز كلها نسميها الجي كونستانت أو الكوبلينج كونستانت. عادة قيمتها تتراوح الجي كونستانت من 0 إلى 18، ويكون عندنا الثابت لكل في المركبات اللي تحتوي لي equivalent بروتون، لكن عادة بالالكين الاوبن تشين تتراوح قيمته من 6 إلى 8. الموضوع اللي شرحناه السبليتنج ممكن نستنتج النقاط التالية، أو قبل ما ناخذ النقاط أو الرول أوف سبين سبين سبليتنج، عندنا مثل ما ذكرنا قبل قليل عندنا ممكن عندنا هنا نوع البروتون من يكون عندي نون اكوفالنت بروتون ات ذا سيم كربون نسميه جيمينال بروتون، ويعطينا ما يسمى بالجيمينال كابلينج. شو وقت ممكن يكون عندي اني التو بروتون ات ذا سيم كربون لكن عندنا النون اكوفالنت؟ ابسط اكزامبل اذا تتذكروا من اخذنا في حاله السايكلوهكزين او بالسايكليك كومباوند، بالسايكليك كومباوند راح يكون عندي البروتون احدهم للاعلى اللي نسميه اكزيال، واحدهم يكون عندي للاسفل اللي نسميه اكواتوريال، او نسمي اللي الاعلى الفا والاخر بيتا. اذا هنا موجود عندي تو بروتون على نفس الذره لكن نون اكوفالنت، بهذه الحاله ينطينا ما يسمى بالجيمينال كابلينج. اما اذا كان عندي البروتون موجود على ذرتين كربون متجاوره نسميه الفيزينال علاقة between these two proton هي 1 إلى 3 1 2 3. الآن نجي للرول، عندنا الفيرست رول الكيميكال equivalent proton do not show spin spin splitting. من يكون عندي equivalent proton ما راح يظهر عندي splitting. إذا نلاحظ الإكزامبل نلاحظ الأول في حالة الكلوروميثان، إذا نلاحظ عندنا This three proton are equivalent. ليش؟ لأن يتأثرون نفس التأثير بالكلور، فما راح يحصل splitting. مثل ما ذكرنا ممكن أنا عندي equivalent proton موجودة على أكثر من ذرة كربون. إذا لاحظ الإكزامبل الآخر اللي هو دايكلوروإيثان، لاحظ البروتون اللي موجودة على كل ذرة كربون هي equivalent. يعني إذا نأخذ باليسار two proton affected بالكلور،
واذا ناخذ الكربون على اليمين ايضا التو بروتون افكتد باي كلور، اذا عندنا نون العفو اكوفالنت، فهنا راح تظهر عندي 1 سيجنال، يعني كانما نتعامل بما انه اكوفالنت الادجسنت بروتون راح يكون عندي كانما 0، ف0 زائد 1 يكون عندي سنجليت، هنا أنا ايضا 0 زائد 1 فيكون عندي سنجليت. ما يظهر عندي سبليتنج اذا كان الا يكون عندي نون اكوفالنت بروتون. هذا الرول الاول. الرول الثاني، حتى يحصل عندنا سبليتنج لازم عندنا الديستنس بتوين تو بروتون تكون عندي 1.3، اللي هي مثل ما نلاحظ امامنا هذا عندنا 1 بين كربون كربون 2 بين كربون والهيدروجين عندنا هذه يصير 3، فهنا ريليشن 3، وممكن يكون عندي ريليشن شيب 1.2 مثل ما اخذنا قبل قليل بالجيمينال كوبلنج، ايضا ممكن يحصل عندنا من يكون عندي اكثر الديستنس اكثر من 3 ما راح يحصل عندنا سبليتنج مثل ما نلاحظ بالاكزامبل الاخر اللي موجود امامنا. لاحظ 1 2 3 4، فما راح يحصل عندنا سبليتنج، لكن مثل ما اخذنا اكسبشن ممكن 1 4 يصير عندنا سبليتنج في حاله الرينج سترين، في حاله المركب يحتوي لنا ان ساتوريشن، في حاله يكون عندنا البوند بتوين ذس ال 1 4 على شكل دبليو، او في حاله البريدج وهي هذه اكسبشن. لكن بصوره عامه حتى يحصل سبليتنج الديستنس بتوين تو بروتون اما تكون عندي 1 2 في حالة الجيمينال أو 1.3 في حالة الفيزينال. هذا الـ second rule. الـ third rule عندنا الـ two group of proton coupled to each other have the same coupling constant. يعني هنا الـ coupling constant من يكون عندنا الـ coupling constant for splitting of CH2 بروتون، هنا سي اتش 2 راح تظهر عندنا هذا البروتون على سي اتش 2 يظهر عندي كوارتيت، ليش؟ ان مجاور 3، فالديستنس بتوين السبليتنج راح يكون عندي مساوي للديستنس اللي يظهر عندي بالسبليتنج للمثل جروب، المثل المجاور 2 فيكون عندي الشيب مالتها تريبليت، فالديستنس تكون عندي او الكابل كونستانت يكون عندي ثابت كونستانت. خلينا نفرض في حاله الفي 1 الكيميكال شيفت اوف سي اتش 3 المثل اللي موجودة أمامنا، الـ V2 هو الـ chemical shift of CH2، فهنا التغير بالـ V اللي هو distance between الـ chemical shift of non-equivalent proton، يعني الـ distance between الـ signal اللي تابع على CH2 والـ signal اللي تابع على CH3. إذا كان عندي الـ distance between two peak على J constant go down the distance between different peak of two non-equivalent proton، نستنتج بأنه هنا عندنا ال two peak will be differ، أي بمعنى عندي مجموعتين من non-equivalent proton. أما إذا كان عندنا الدلتا V يساوي لنا J، بهذه الحالة يكون عندنا ال two peak of two proton are the same، يعني عندنا البروتون will be equivalent. The third rule او العفو الفور رول هو ال relative intensities of the peak peak او signal، يعني الارتفاع مالتها هنا راح يعتمد على مثل ما ذكرنا قبل قليل ال type of splitting. في حالة من يكون عندي singlet يكون عندنا سيجنال واحدة، في حالة من يكون عند المجاور واحد يكون عند دوبليت 1:1، من يكون عند المجاور 2 تريبليت 1:2:1، من يكون المجاور 3 يكون عند كوارتيت، وهكذا اللي ما أخذناه قبل قليل، أو ممكن نعبره نأخذه على شكل ما يسمى بالباسكال تريانجل ينطينا نفس الفكرة. هنا ينطينا الشيب of the signal والintensities between different part of the signal. أيضا ممكن نستنتج الـ requirement for simple first order multiplet اللي أخذناه هو اللي يسمى بالـ simple first order multiplet. عندنا الـ ratio of delta G delta V إلى J مفروض عندنا larger than 8، مثل ما ذكرنا تقاس بالهيرز،
ومن يكون عندي أكثر من سيجنال موجودة عندي بالمركب يعني different non-equivalent proton، هنا الدلتا في مثل ما أخذنا نقيس من the middle of each signal. The number of signal orbit بالmultiplicate يساوي n زائد واحد، هذا ملخص اللي شرحناه قبل قليل. والdistance بالhertz تقاس عادة حتى يعطينا coupling constant in the same signal. وفي حالة هذه نستخدمها بما مثل ما ذكرنا first order simple first order multiplate. أما في حالة الكومبلكس راح تتغير، وإن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نأخذ شنو الفرق، أو من نأخذ example عن complex splitting نلاحظ شنو الفرق عن simple splitting. عندنا ما يسمى بالspin system. الspin system يعني the relationship between different signal appear in the spectrum. هنا ممكن عندنا relationship تكون عندنا ما يسمى AMX، وراح تكون واضحة بعد قليل من ناخذ examples. ممكن يكون عندي ABX، ممكن يكون عندي ABC. هنا يعتمد على distance between different signal appear in the spectrum. فإذا لاحظ الاكزامبلز اللي أمامنا، هنا عندنا في حالة الستركتشرال يونت السبين سيستم والبارت أو of spectrum اللي ينطينا this two بروتون اللي موجودة أمامنا. فبالامتحان ممكن أنا أنطيكم الستركتشر وأنطي الفيجر أو السبيكترام وأطلب تحددوا لي نوع السبين سيستم. فإذا لاحظ هنا أنا طبعا CH2 مرتبطة functional group، لذلك حاصل لها دي شيلدد، لاحظوا ظاهرة بالاثنين ونص، وظهرت عندنا كوارتيت لأن مجاور عندي عدد البروتونات ثلاثة. هذا السيستم اللي أمامنا نسميه A3X2 على أي أساس؟ من يكون عندي large distance between signal، الدستنس تكون عندي أكثر بكثير من الجي كونستانت. إذا لاحظ الجي كونستانت اللي شرحناه قبل قليل اللي هو الدستنس between splitting، فنلاحظ الدستنس between these two signals تكون عندنا جدا عالية، فنسميها AX مخذة من اللغة الإنجليزية شون ABC وينتهي بالX، فهنا عندنا نسمي AX. الرقم اللي بالأسفل يشيرنا إلى عدد الهيدروجين أو البروتون على كل ذرة كربون. فنلاحظ اللي حاصل لها بالشيلدد area نسميها A يعني بالشيلدد area ويحتوي لي ثلاثة بروتون، فصارت عندي A3. الأذر بروتون highly separated from the first signal سمينا X ويحتوي لي 2 بروتون فسمينا AX2. إذا نأخذ الإكزامبل الآخر أيضا نفس العملية، هنا هو أيضا AX لكن شو اختلف عندي عدد البروتونات. الA هي ثلاثة بروتون ولكن ظهرت عند دوبليت، ليش؟ لأن المجاور بروتون واحد فتكون عندي دوبليت. وايضا اذا لاحظ الديستنس فروم السكند سيجنال هي جدا كبيره، اكبر بكثير من الجي كونستانت، فهنا نسميه اي اكس. وهنا عندنا 3 لان عدد البروتونات ثلاثه وبذره الكربون هو عندنا بروتون واحد فيكون عندي اكس. الاكزامبلز اللي اخر اللي لاحظه اللي نسميه اي MX. ليش؟ الام هو الوسط، الحرف الوسطي باللغه الانجليزيه، فالاي حاصل عندي بالشيلدد اريا وظهرت عندي تريبليت لان المجاور عندي 2. السي اتش 2 اللي مجاوره للمثل هي الام، ظهرت وسطيه ايضا. نلاحظ الدستنس تكون عندي كبيره بين الاي والام اكثر من الكوبلينج كونستانت، والاكس اللي تكون عندي ابعد اللي هي للسي اتش 2 الطرفيه اللي مرتبطه بالفانكشنال جروب وحاصل لها دي شيلدنج. فهنا راح السيستم نسميه اي 3 ام 2 اكس. بسيط جدا، فقط ننظر للشكل مباشره من يكون عندي الديستنس مور ذان جي كونستانت، اذا اثنين هو عندي اي اكس، اما اذا ثلاثه سيجنال نسميها اي ام اكس. الانذر اكزامبل ايضا اذا لاحظ اللي هو عندنا ايضا اي ام اكس بالاعتماد على الفيجر اللي موجود امامنا، لان نلاحظ الدستنس بتوين السيجنال تكون عندي اكثر بكثير من الجي كونستانت فور ايتش سيجنال،
فراح تظهر عندي الـ A M X. Another example, هنا عندنا AB. هنا عندنا الـ AB system. ليش؟ هنا نقارن between these two peak. لاحظوا المسافة between the two signal تكون عندي قليلة مقارنة باللي أخذناه قبل قليل. يعني هنا أنا عندي J constant, distance تكون عندي قليلة between two signal فنسمي AB system. Another example, هنا عندنا الـ AMX. AMX نفس اللي أخذناه قبل قليل. ليش؟ لأن هنا عندي أيضا الـ distance between the signal تكون أكثر بكثير من الـ J constant. Another example, هنا عندنا الـ two example, عندنا AX وعندنا الـ A to B. اللي موجود أمامنا هو عندنا الـ AX. إذا نلاحظ بالـ example هذا, إذا نأخذ عندنا الـ A بروتون والـ X بروتون, نلاحظ الـ distance أيضا تكون عندنا أكبر بكبير أكثر بكثير من الـ J constant فنسميه AX. وليش 2؟ لأن عندي البروتون الـ A equivalent. إذن 2 بروتون equivalent فيكون عندي 2 والـ X. أما الـ A to B, إذا نلاحظ هنا بالـ example هذا الـ AB, من نجي نلاحظ عندنا الـ chemical أو الـ J constant يكون عندي كبير نوعا ما, فالديستنس بتوين سيجنال راح تكون عندنا أكثر بقليل من الجي كونستانت فنسميه الـ A to B. و A to ليش؟ يعني عندي هذا الـ A مع هذا الـ A equivalent فأصبحت 2, والـ B بروتون هو عندي بروتون واحد فيكون عندي B. اكزامبل اخذناه قبل قليل الاكسبشن اللي ذكرنا بأن من يكون عندي الانساتوريتد كومباوند مثل ما نلاحظ هذا المركب ممكن يكون عندي 1-4 لين 1-2-3-4 ممكن يحصل عندي كابلينج. هنا ايضا الانساتوريتد, هنا ايضا ممكن يحصل عندي كابلينج, وهذه كلها هي اكسبشن لان وجود الساتوريشن او نتيجه وجود السايكليك كومباوند مثل ما موجود امامنا ممكن يكون عندنا يحصل كابلينج بتوين الأربعة والخمسة, على الرغم من أنه الديستنس أكثر من واحد إلى ثلاثة, لأن واحد اثنين ثلاثة أربعة. أو ممكن يحصل عندنا بالريجيد ستراكتشر مثل ما موجود أمامنا أيضا, إذا لاحظ الديستنس واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذه exception, example for exception from rule واحد اثنين أو واحد ثلاثة, distance between two proton. نأخذ examples على المعلومات اللي أخذناها وكيف نتعامل معاها. إذا نلاحظ اللي أمامنا عندنا chemical formula of compound اللي هو C10H12O2. الNMR spectrum ممكن أعطيكم إياه على شكل فيجر أو ممكن أعطيكم إياه على شكل كتابة أو أرقام مثل ما موجودة أمامنا. المركب اللي أمامنا انطانا الفولوينج سيجنال. السيجنال الأولى 7.93 دوبليت, السيجنال الثانية هي 6.9 دوبليت, الأخرى 3.84 سنجلت, 2.93 كوارتيت, والأخيرة 1.2 تريبليت. ومطينا الانتجريشن. الانتجريشن مالتهم راح يكون عندنا 20 إلى 20 إلى 30 إلى 20 إلى 30. فحتى نجاوب هذا ومطلوب من عندنا find the structure of compound and then draw its spectrum. والرسمة أول خطوة راح نعملها نحدد النمبر أوف سيجنال, وأصور واضحة. إذن أنا المركب يحتوي لي 5 سيجنال, أي بمعنى آخر يحتوي لي 5 نن أكوفيلنت بروتون. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالاعتماد على الانتجريشن حتى نعرف الأكوفيلنت بروتون, أو بمعنى آخر كل ذرة كربون كم بروتون تحتوي. فناخذ الخطوة الأولى total integration راح يكون 20 زائد 20 زائد 30 زائد 20 زائد 30, فراح يكون عندي 120.
من اجي اشوف عندي التوتال انتجريشن 120 وعدد ذرات الهيدروجين عندي 12، اذا عندي عدد او التوتال انتجريشن اكثر من الهيدروجين، اقسم ال 120 على 10 راح يعطيني 12. اذا اني العفو 120 على 120 على 12 راح يعطيني 10، اذا كل 10 وحدات من الانتجريشن تعادل لي بروتون واحد. فاذا نجي عندنا الانتجريشن الاول اللي 20، اذا ابدي من اليسار 20 على 10 2، اذا عندي 2 بروتون، الثاني ايضا 2 بروتون، الثالث 30 على 10 3 20 و30، اذا انا عندي البروتونات الاكوفالنت مثل ما ذكرنا 5 سيجنال، احدهم عندنا يحتوي لنا 2 بروتون، الاخر ايضا 2 بروتون، الثالث 3 بروتون و2 بروتون و3 بروتون. استعرفنا عدد البروتونات اللي موجوده عندنا وتوزيعها. نرجع مره ثانيه للكيميكال شيفت بهاي الحاله. نلاحظ بالكيميكال شيفت ايش منطينا؟ منطينا 7.9 و6.8، واني بالاساس المركب ارجع للكيميكال فورمولا يحتوي لي اكثر من 6 ذرات كربون. من انطاني مركب يحتوي ازيد من 6 ذرات كربون وبنفس الوقت انطاني سيجنال بالاريا اوف اروماتيك كومباوند، اذا انا ايش عندي؟ عندي اروماتيك رينج اللي هي بنزين رينج. الان نحدد شكل السبستيتيونت على الاروماتيك رينج. هنا عندنا ريليشن شيب بتوين سبستيتيونت، ممكن شو تكون عندنا؟ احدهم مقابل للاخر اللي نسميها بارا، او ممكن الريليشن بتوين تو سبستيتيوشن ميتا، او ممكن تكون عندنا على شكل اورثو. يعني اذا نلاحظ الفقره اللي امامنا عندنا الريليشن شيب مثل ما ذكرنا، بما انه عندنا التو سيجنال ظهرت عندنا بال 6.9 و7 point something مثل ما مر علينا قبل قليل، اذا انا عندي الشيب اوف اروماتيك رينج يحتوي لي تو سبستيتيونت. ممكن يكون عندنا العلاقه فيما بينهم مثل ما موجود، اذا نبدي من اليسار علاقة فيما بيناتهم بارا، العلاقة فيما بينهم ميتا to each other، والعلاقة الثالثة والاحتمالية الثالثة تكون عندنا أورثو. أيهم صحيح راح نعتمد على number of signal. إذا نجي للأول يسار، أنا المركب الثاني دوبليت دوبليت، إذا أجي لهذا الأروماتيك عندي 1 بروتون 1 بروتون، والعلاقة فيما بينهم عندي هذا طبعا البروتون اللي بالأعلى اللي مقابله اللي بالاسفل هو اكوفالنت، فراح يعطينا 1 سيجنال. اذا ناخذ عندنا البروتون، كل بروتون من عندهم هو عقرالي دوبلت، ليش؟ لان يعني المجاور بروتون واحد، فواحد زائد واحد دوبلت، فراح يعطيني دوبلت دوبلت. اذا انا عندي المركب هو البارا سبستيتيوتد. اما الاحتمالات الاخرى اذا نلاحظ في حاله الميتا المفروض يعطيني 4 سيجنال، في حاله الأورثو أيضا يعطيني 4 سنجلت، لكن هنا السبليتنج يختلف. إذا أنا بما أنه ظهرت عندي 2 سنجلت، إذا أنا المركب يحتوي لي أروماتيك رينج، وهذه الأروماتيك رينج تحتوي لنا 2 سبستيتيوشن اللي هي بارا تو إيتش أذر. انتهينا من الفيس 2 سيجنال. إيش بقى عندنا؟ بقى عندنا ظهرت عندنا إحنا مثل جروب CH3 مارتين. هنا شو يكون عندي الاحتماليه؟ المركب ايضا يحتوي الكربونيل جروب اذا للكيميكال فورمولا الاساسيه، والمثل جروب حاصل لها دي شيلدينج، والاخرى بالشيلدد اريا. نناقش اللي دي شيلدد. المثل جروب اما تكون عندنا الاحتماليه مرتبطه بالاكسجين حتى المجاور زيرو فتظهر عندي سنجليت، او الاحتمال الثاني المثل جروب مرتبطة بالكربونيل أيضا المجاور زيرو فتظهر عندي سنجليت. إذا احتماليا موجودة عندي للمثل جروب الأولى. المثل جروب الثانية ظهرت عندي بشيلدد إيريا وظهرت كوارتيت. من تظهر كوارتيت إذا أنا عدد البروتونات المجاورة المفروض شو يكون عندي؟ العفو ظهرت تريبليت،
الميثيل جروب الاخرى ظهرت عندي تريبليت، اذا انا المفروض عدد بروتونات المجاوره 2، فراح يكون عندي المثل مرتبطه بالسي اتش 2. بنفس الوقت عندي الكربون اللي هي سي اتش 2 ظهرت على شكل كوارتيت، اذا انا عدد بروتونات المجاوره 3، فراح يكون عندي سي اتش 2 سي اتش 3. هذه كل هذه الاحتمالات الاولى. بقى عندي هذا السي اتش 2 اللي ظهرت عندي، ذكرنا بانه كوارتيت اي البروتونات المجاوره 3، فمن جهه مثل 3 زائد 1 4 المفروض الجهه الاخرى 0، فمن يكون عندي 0 احتمال تكون عندي adjacent to carbonyl حتى يصير عندي من جهه 0 ومن جهه مثل 0 زائد 3 3 زائد 1 4 او مرتبطه مباشره بمن بالاكسجين. هاي كل الاحتمالات الوارده. المرحله الاخيره نجي نعمل connection between this الجروب اللي احنا محتمليها. البنزين تأكدنا من عدة هو بارا substituted. من نجي نربط الاحتمال الاول اللي ناخذ هذا الشكل، يعني CH3 مرتبطة بالأكسجين والأكسجين مرتبط بالأروماتيك رينج، CH2 مرتبطة بالكربونين من جهة وبالCH3 من جهة وجهة بمن بالأروماتيك، انطانا هذا المركب. الاحتمال الآخر شو يكون عندنا؟ الاحتمال هذا الثاني السر الثاني بأنه المثل مرتبطة بالكربونيل والكربونيل مرتبطة بالأروماتيك رينج، والجهة الأخرى عندنا CH2 من جهة بالمثل ومن جهة بالأكسجين والأكسجين مرتبط بالأروماتيك. هذه احتمالية المركبات. حتى نتأكد which one نرجع علما للمعلومات اللي معطينا إياها بالسؤال. هنا ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج عند الكيميكال شيفت. المثل جروب اللي حاصل له دي شيلدينج ظهرت عندنا اذا نلاحظ 3.8، والمثل الاخرى هي الواحد واثنين، اذا هذه المثل الطرفية سنجلت 3.2. من نرجع للجداول، ايش وقت اني يحصل عندي دي شيلدينج للميثيل جروب؟ يحصل لها دي شيلدينج احتمالين، اما تكون عندنا مجاوره للكربونيل او مجاوره المن مجاوره للالكترونيجاتيفيتي. من نرجع للستراكشر، هنا أنا عندي اذا المثل حاصل لها سترونج دي شيلدينج، اذا مرتبطه وين؟ مرتبطه بالاكسجين. اذا اخذنا هذا الاحتمال الاول، الاحتمال الثاني اذا مرتبطه بالكربوني، الكربوني ايضا يسبب لي دي شيلدينج، لكن من نرجع للرينج اوف دي شيلدد اوف كربوني يكون عندي 2 الى 3، هنا أنا ظهر عندي اكثر من 3، اذا راح يكون عندي مرتبط للسي او. هذه نقطه. واللي يثبت هذا عند السي اتش 2، العفو السي اتش 2، السي اتش 2 ايضا حاصل له دي شيلدينج وظهرت كوارتيت، لكن ظهرت عندي 2 سمثينج، اذا السي اتش 2 ايضا تكون عندي مرتبطه بمن؟ مرتبطه بالكربونين، فيكون عندي هذا المركب. اذا ناخذ هذا المركب حتى نشوف الفرق، هنا السي اتش 3 المفروض تظهر سنجليت، لكن المفروض اذا هذا الشكل هو الصحيح المفروض تظهر عندنا 2 point something، والسي اتش 2 هو اللي يحصل لها دي شيلدينج، لكن انا بالمعلومات اللي عندنا هي بالعكس، عندي المثل حاصل لها دي شيلدينج اكثر من السي اتش 2، اذا المركب النهائي هو اللي موجود امامنا الستراكشر اللي يحتوي لي المثل مرتبطه للاكسجين والاكسجين للاروماتيك رينج، اما سي اتش 2 مرتبطه للكربوني. هنا إذا نجي الرسمة حسب اللي أخذناه، دوبلت للأروماتيك رينج حسب القيمة اللي معطينا إياها، نجي عندنا الـ CH2 اللي مرتبطة بالكربونيل أقل من 3 طلعت عندنا 2، وتظهر عندي تريبليت كوارتيت، ليش؟ لأن المجاور عندي للـ CH2 3 بروتونات فتظهر كوارتيت.
المثل حاصل له سترونج شي ديلينج شي دي شيلدينج تقريبا 4 نتيجه الالكترونيجاتيفيتي واوكسجين، فتظهر قريب الاربعه وتظهر السنجليت. وعندي السي اتش 3 ظهرت تظهر على شكل كوارتيت وتظهر حوالين الواحد، ليش؟ لان هنا نعتبرها الكان جروب، ومثل ما اخذنا الالكان جروب تظهر عندنا الراوند ال1. هذا كيف نحل هيك سؤال. عندنا اكزامبل اخر اللي هو اذا نلاحظ منطينا اياه بروبوز ستراكشر اوف كومباوند C5H12O that fit the following NMR data. منطينا الداتا 0.923 بروتون. هنا ما نحتاج نعمل انتجريشن، ليش؟ لأن هو بالأساس منطيني عدد البروتونات على كل ذرة كربون. تريبليت 1.26 بروتون، سنجليت 1.5 2 بروتون، و 1.61 بروتون برود سنجليت. من عندي برود سنجليت، اذا انا عندي مركب الى قابليه تكوين الهيدروجين بوندينج، فبما انه المركب يحتوي له اكسجين، اذا انا راح يحتوي لي ايش وقت عندي اني من يكون عندي اتش او الى قابليه تكوين الهيدروجين بوندينج، من يكون عندي هيدروكسيل. اذا اول شيء استنتجه المركب يحتوي لي هيدروكسيل مثل ما واضح امامنا، هذه الهيدروكسيل جروب. بقى عندنا المجموعات الاخرى. المجموعات الاخرى اذا لاحظ ايش موجود عندي؟ 3 بروتون تريبليت. من 3 بروتون اذا عندي مثل، ومن ظاهره عندي على شكل تريبليت، اذا المفروض عدد البروتونات المجاوره ايش قد؟ 2، فاثنين زائد واحد 3، فراح يكون عندي المجموعة الأولى هي CH2CH3. إذا نجي هذا CH2 راح تظهر على شكل CH2، هذه راح تظهر على شكل كوارتيت. إذا نلاحظ هذه عندنا 2H جاي الكوارتيت، والCH3 تظهر على شكل تريبليت، فعندنا الجزء الأول من المولكيول هو هذا. الجزء الثاني من المولكيول عندنا 6 بروتون ظهرت سنجلين. من عند 6 وأنا ما عندي أروماتيك كومباوند، ليش؟ لأن هنا عدد ذرات الكربون 5. من عند 6 أكوفالنت بروتون، إذن المركب يحتوي لي 2 مثل جروب، وهذه 2 مثل جروب مرتبطة بذرة كربون ما تحتوي لي بروتون حتى تظهر سنجلين، فيكون عندنا الشكل اللي موجود أمامنا هذا. 6 بروتونات متكافئة مرتبطة بذرة كربون ما تحتوي لي هيدروجين. إذا أصبح عندي هذه الثلاث احتمالات. أجي في المرحلة الأخيرة فقط أعمل connection between them. من جهة أربط الهيدروكسيل، ومن جهة أربط CH2 CH3، فراح ينطينا this compound. إذا نجي نطبق المعلومات، ينطينا المعلومات اللي مطيناها أم لا؟ عندنا بالشيلدد إيريا 9.2 3 بروتون تريبليت، اذا هذه هي CH3 طرفيه اللي مرتبطه بالسي اتش 2 تظهر عندنا تريبليت. 6 بروتون سنجليت، هذه مثل وهذه مثل مرتبطه بذره كربون ما تحتوي لنا هيدروجين فتعطيني سنجليت. 2 بروتون كوارتيت اللي هي سي اتش 2 اللي مرتبطه بجهه مثل، اذا 3، ومن الجهه الثانيه كربون وذاوت بروتون، اذا التوتال ادجيسنت بروتون يكون عندنا 3 زائد 1 يكون عندي 4 كوارتيت. والاخير عندنا البرود سنجليت يكون عندنا هو الاو اتش، فالمركب اللي امامنا هو مثل ما موجود، راح يكون عندنا السي اتش 2 سي اتش 3 سي اتش 2 كربون تحتوي لي من جهه هيدروكسيل، ومن جهه تحتوي لنا 2 مثل جروب. هذا ما يتعلق بمحاضرتنا لهذا اليوم. اكو سؤال او نقطة واضحة؟ ان شاء الله بعد المحاضرة انزل لكم اياها كبي دي اف وايضا كتسجيل. سؤال او نقطة واضحة؟ شوية راد لها مراجعة من تقروها اقروها، لان المعلومات صارت عندنا كثير من المعلومات بالمحاضرة الماضية ومحاضرة اليوم.
اكو سؤال او لا؟